أحمد الله وصباحكم بكل خير متابعي طقس العرب في الأردن، نقدم لكم هذه النشرة الجوية التي سنبدأها بالتوقعات الجوية للعاصمة عمان خلال فترة الإفطار، حيث يسود الطقس الصافي 18 درجة مئوية متوقعة، الملموسة 17، الرطوبة 59%، أما الرياح تكون بين الخفيفة والمعتدلة السرعة. أنتقل الآن تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة في باقي مناطق المملكة، نبدأ بالمنطقة الشمالية إربد، طقس مستقر 22 إلى 12، المفرق 25 إلى 13، جرش 23 إلى 13، عجلون 21 إلى 11. المنطقة الوسطى مدوب العاصمة عمان طقس صافي 21 إلى 14، الزرقاء 25 إلى 14، البلقاء 23 إلى 15، مأدبة 24 إلى 13، البحر الميت 30 إلى 20. بالنسبة للمنطقة الجنوبية أيضا طقس صافي في عموم المناطق، العقبة 32 إلى 22، معان 28 إلى 15، الشبك 21 إلى 14، الطفيلة 21 إلى 15، أما الكرك 21 إلى 13. أما بالنسبة للمنطقة الشرقية، أرويشة 28 إلى 14، الصفاوي 28 إلى 13، الأزرق 29 إلى 14. إلى اللقاء.